اللي واقف ظهره لابراهيم ظهره لها دهيت مثلا ايه، واللي بعدها السمره ديت بي، واللي بعدها سي ودي ودي، وتبدا تحسب وتحل التمرين دوت وترجع الطبقات افقيه وتقول الاول اترسبت الطبقه دي وبعدين جت فوقها دي وبعدين ممكن حصل لها حركه الارضيه قامت جت الطبقات مايله وبعدين قامت واحده قام في فالق قطع وهكذا. اذا ديت حاجه من التراكيب اللي احنا بنشوفها دايما في التمارين بتاعت البرنسبل ستيكرافي، احنا بنظبط كده ونجيب لكم الايه الطبقات والخريطه وتبداوا تشوفوا ايه السكشن وتبداوا ترسموا. فانا عندي دلوقتي هو المفروض لو انا رجعت حسب الاوريجنال فيزيكالتي الطبقات دي اكيد في الاول وابدا اشوف الطبقات القديمه فين والحديثه فين. خدنا في الخرائط في الاول ان الطبقات القديمه عكس اتجاه الايه؟ الميل. طيب الميل اللي احنا شايفينه في الطبقات ديت ماشي الناحيه دي كده، يبقى معنى ذلك اذا كان اتجاه الميل كده يبقى الطبقات القديمه عكسه الناحيه دي، يبقى كل ما امشي الناحيه دي هلاقي الطبقه الاقدم فالاقدم فالاقدم، وابدا ارتب الطبقات بقى القديمه مثلا. طبعا هي اللي عاملين هنا متدربكه شويه، ابدا ارتب الطبقات القديمه. شايفين الطبقه اللي هي الودج دي اللي عامله زي الساندوتش دي اللي هي لها بوزه هنا ديت والبوزه اتقطعت من فوق والجبل خالي شويه، ولكن ادي دي تعتبر اللي قبلها تعتبر اقدم واحده، والاحمر ده يعتبر اقدم، وبعدين ده احدث، وبعدين ده احدث، وبعدين الطبقه البيضاء دي احدث، والحمر دي احدث، واللي على طول الطبقات دي بالتحديد هي عباره عن خليط من الكربونات والكلاسيك يعني والحاجات الحمراء دي مش اثريه بس داخل فيها كثيف حاجات زياده شويه. الطبقه الثانيه دي عباره عن فيها مختلفه في هنبص على العينات من عند الشوكيش طبعا لسه ماشي مش مشكله. هنبص كده بعينينا في طبقه اللاميسون اللي هيشوف لي اثر او طبعه او قالب لحفريه يبقى شاطر. روح هناك يعني؟ اه نخش بقى على الجبل ده اتفرجوا عليه كده، شوفوا العينات الحمراء دي ايه، السكه دي تشوفها ثاني، الريجنس دي ايه وهكذا. اتعامل مع الجبل واي سؤال احنا موجودين اسال.